ارتفاع في الطاقة الإيوائية المصنفة بالقطاع السياحي إلى 200 ألف سرير حتى ما تم يونيو الماضي، ارتفاع يرجع إلى إحداث طاقة إيواء وصلت 4000 سرير وإعادة تصنيف 2000 سرير. وزارة السياحة أفادت أن هذه القدرة تجاوزت المرسوم ب 160%، وتأتي مراكش في مقدمة المدن التي عرفت ارتفاعا في الطاقة الاستيعابية للبنية الفندقية ب 22%، متبوعة بالناظور ب 14%، ثم فاس والرباط ب 10% لكل واحدة منهما. وبخصوص تنويع عرض الإيواء السياحي خلال الفترة ذاتها، فتمثل دور الضيافة نسبة 30% من الطاقة الإيوائية المحدثة، تليها الفنادق من صنف 3 نجوم بنسبة 19%، والإقامات السياحية بنسبة 18%، ثم الفنادق من صنف 4 و5 نجوم بنحو 13%. دراسة نسب النمو للمتوسط السنوي أوضحت أن النسب المحققة خلال الفترة ما بين 2010 و2013 تعادل 5% فقط، بالمقارنة مع 8.8% المخطط لها في إطار رؤية 2020. وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على تسريع هذه الوتيرة لتتجاوز 10% ابتداء من سنة 2015.